السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب ما وعدتكم يعني اليوم 10/3، أمس طلعت من المستشفى 9/3، واليوم لله الحمد طلعت من المستشفى وحسب ما وعدتكم على أفضل أصناف المورينجا. لما حضرت لكم صنف المورينجا الأوليفيرا، أغلب العراقيين بسنة 2017 ما كانوا يعرفون شنو المورينجا وشنو فوائد المورينجا. والمورينجا لها عدة أصناف، عدة أصناف وليس صنفا واحد، عدة أصناف. فلما تعرفت الناس على صنف الأوليفيرا وحضرت أيضا إلى عدة أصناف من الأوليفيرا، بعدها حضرت أصناف الشعر، وكذلك يعني حضرت عدة أصناف من مورينجا الشعر، وأوعدت الكثير من العراقيين وزرعوا عدة أصناف من أصناف مورينجا الشعر. يعني أصبح صنفين أدنى بالعراق موجود، الأوليفيرا، وأصبح عندنا مورينجا الشعر، والآن مورينجا السنوبلا. مورينجا السنوبلا فهي أفضل من أصناف المورينجا، تعتبر من أصناف الكرزات. الطعم ما يكون طعم الحلو، يعني طعم سكري. فبقية الأصناف المورينجا لما نأكل بذورها بها نسبة المرورة، أما المورينجا السنوبلا ومن الأيجار الضخمة ومن الأيجار المعمرة واللي تكون نفس أصناف يعني التبلدي، لأنه لله الحمد والشكر يعني الكمية كافية. الحمد لله على السلامة. الله يحفظك. شو صحتك؟ الله يكرمك. لله الحمد تشوفون يعني الكمية كيلو. يعني في صندوق يعني الأخوة الأفارقة اللي حضرها إلي والأحد من الأخوة الأفارقة، فلله الحمد إن شاء الله أنه هذا الصنف سيتكاثر بالعراق، وأنه مشتل تبارك الخير في خان بني سعد، ومشتل تبارك الخير في الآتون كبري، والأخوة المجتهدين جدا جدا يعني المجتهدين اللي ينزلون دائما فيديوهات وبدون ما أتوسل بيهم وبدون ما أطلب ملعتهم إنه ينزلون الفيديوهات، فهم من حبهم وإخلاصهم إلى وطنهم واللي يشجعون على زراعة هذه البذور. وإن شاء الله إنه أفضل أصناف المورينجا ستكون على العراق، اللي ما سوته الدولة جهد دولة فدا أقوم لكم به.